كنت في مصر من أكتر من 20 سنة، صحيح، وعدت إلى القاهرة كممثل لبريطانيا، سفير بريطانيا. بالظبط. خليني أبدأ الحوار معاك، كيف شاهدت القاهرة بعد 20 سنة، بعد عقدين من الزمان؟ كيف كانت وكيف أصبحت، وما هي التغيرات، وهل وجدت في مصر شكل مختلف ومغاير لما كانت عليه منذ أكثر من 20 سنة؟ بكل بساطة ممكن أستعمل كلمة، وكلمة أكبر. القاهرة يعني قاهرة بقولة الألفية كانت قاهرة أصغر بكتير ومزدحم كتير، ما كانش فيه طرق، ما كانش فيه قباري، البنية التحتية ما كانتش فيه. فدلوقتي أنا شايف أنه هناك مصر والقاهرة بالضبط يعني حديثة عصرية، ولذلك يعني في نوع من الطاقة ديناميكية هنا في البلد. طبعا في الوقت ده أنا كنت سكرتير تاني في السفارة، واهتم بحقوق الوضع الداخلي، ودلوقتي عندي طبعا مسؤوليات في كل المجالات كسفير بريطاني هنا في مصر. فأنا شايف أكتر في الاقتصاد، وانا شايف ان العلاقات التجاريه بين مصر وبين بريطانيا رهيبه، يعني مش يعني نفس المستوى اللي ما كان. احنا اكبر مستثمر في مصر حتى الان، ولذلك يعني لدي مسؤوليه كبيره ان نستثمر في العلاقات التجاريه ونستثمر في الطاقه الديناميكيه. مثل ما ذكرت انا شايف كل يوم تطورات هنا في مصر.